قام الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة إلى محافظة الدقهلية لافتتاح محجر ومجزر آلي بهدف إشباع السوق المحلية من احتياجات المستهلكين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة. احنا بنشوفه النهاردة شيء جميل لأنه القطاع الخاص قايم بإنشاء محجر يساع 27,000 راس ومجزر طاقته اليومية 250 راس وده باستثمارات خاصة قيمتها 50 مليون جنيه. أعتقد أنكم هتسمعوا منه عن بعض التفاصيل الخاصة بفرص العمل الموجودة والأسواق الموجودة ومدى قرب هذا الموضوع من الميناء وخلافه. إنما اللي احنا بنأكد عليه أن مثل هذه المشروعات هي المشروعات اللي هي ممكن تنقل مصر واقتصاد مصر إلى الأمام. زي ما حضرتك شايف هيئة الخدمات البيطرية ماشية معاهم خطوة بخطوة في جميع الخطوات من أول التصميم والتنفيذ والأداء والإشراف. هيئة الخدمات البيطرية الدكتور أسامة معنا النهاردة ومعنا طبعا الدكتور حسن موجود أيضا معنا ومعنا رئيس الطب البيطري في المحافظة ومعنا الأطباء البيطريين المشرفين على المجزر إشراف على المجزر يومي ودي هي الخدمة اللي بتقدمها وزارة الزراعة للمجزر. هذا المجزر والمحجر إضافة رائعة للاقتصاد المصري ومحفز كبير للمصدرين ويصدرون الحيوانات الحية علشان نحل مشكلة اللحوم الحمراء في جمهورية مصر العربية بأسعار في قدرة الجميع الفقراء قبل الأغنياء. حصلنا على تيسيرات كبيرة قوي من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مدونا بالمعلومات الكاملة للمشروع بالرسومات حتى بخطوط الإنتاج للمجازر من عند الدكتور حسن في الهيئة ومعالي الدكتور أسامة، مهدوا لنا كل الأمور بحيث الأمور تبقى ماشية بسلاسة، يعني حقيقة ما بخلوش علينا بأي مشورة ولا أي شيء خالص. أصبح نموذج نمطي لإنتاج اللحوم عندنا في مصر المحجر ويبقى ملحق به مجزر، وده أحسن نموذج ممكن نحنا نطلع به لحوم صالحة للاستهلاك الأدمي، وبتبقى في أقل تكلفة، لا فيها نقل حيوانات خارج المحجر ولا نقل أي مشاكل صحية خارج هذا المحجر، بتبقى كلها منحصرة في هذه المنطقة من أول دخول الحيوان لخروجه لحمة للأماكن بيعها للجمهور أو توصل للمستهلك. معالي الوزير كلمة أخيرة للمستهلك البسيط المواطن المصري اللي عاوز يحصل على لحمة أو لحوم آمنة بسعر مناسب. تأكد أن وزارة الزراعة لا تتوانى في أنها تشرف على إنتاج اللحوم في مصر وتشرف على أيضا استيراد اللحوم من الخارج بحيث أنها تكون آمنة. أهم حاجة إن إحنا ناخد الأشياء من الأماكن المصرح بيها، نبتعد عن الذبح خارج السلخانات، نبتعد عن المحلات غير المرخصة، لكن إن شاء الله في المستقبل يكون دايما أحسن. المحجر ومجزر طبعا ده أول حاجة في الدهلية، محجر ومجزر مع بعض مبنين على مساحة 35 فدان، في مجزر هنا مجهز تجهيز آلي ان شاء الله وقتها ندخل ونفتحه ونشوفه مع بعض. اللي الذبح فيه بيتم طبعا طبقا للشريعه الاسلاميه باسلوب آلي برضه، حل الذبح اوتوماتيك، خطوط ماشيه اوتوماتيك، الكشف هناك الدكاتره وعند كل نقطه ثابته واقفين، في كشف ما قبل الذبح وفي كشف بعد الذبح، وفي كل نقطه لها تعامل معين بحيث في الاخر يطلع منتج لحوم صالحه للاستهلاك الادمي، واي حاجه فيها اي شك بتتم تماما، وعندنا هنا تجهيزات كامله للمحجر هنا ان شاء الله. هناك بعض الدول توقفت عن تصدير الحيوانات الحيه الى مصر بسبب سوء المعامله، كيف نضمن المعامله الجيده للحيوانات داخل هذه المحلات؟ لا حضرتك تخش الوقت تلاقي الذبح طبق الاشاره الاسلاميه بتحطه في حله ذبح هناك موجوده، والجزار بيكبر ويذبح وكل حيوان منفرد عن التاني تماما، مفيش حيوان بيشوف التاني أثناء الذبح، فدي طبعا حاجة من الإسلام نص عليها، وفي نفس الوقت بيتعامل برضو بطريقة السكينة حادة والذبح حادة سريع وهتشوفوه دلوقتي بحيث الحيوان ما يتألمش في الذبح إن شاء الله. ثم توجه سيادته بعد ذلك لتفقد أحد حقول القمح الإرشادية المنزرع بصنف شندويل لأول مرة بمحافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية من المحافظات المهمة في القمح، المساحة المزروعة في المحافظة بالقمح حوالي 291,000 فدان،
منهم 52 ألف فدان مزروعين على مصاطب وفقا للحملات الإرشادية. ودي الطريقة الجديدة اللي بتقدر توصل الإنتاج لأعلى ما يمكن. الصنف المزروع في المنطقة دي اسمه شندويل، هو أساسا صنف مطور في محطة بحوث شندويل في الصعيد، ولكن حاليا مع التغيرات المناخية ابتدت الأصناف الموجودة في الصعيد تبقى مناسبة في وجه بحري، وده دليل على أن التغيرات المناخية موجودة، ودليل أيضا على أن البحوث الزراعية بتواكب باستمرار التغيرات وبتلاقي أصناف تتناسب مع ما يحدث من تغيرات. إنتاجية الفدان حوالي 28 أردب في هذا الحقل بالذات، وده يدل أيضا على أن لو اتبعت النظم الإرشادية اللي موجودة في عموم المحافظة هيكون ده متوسط المحافظة. احنا بنسعد لما نيجي نشوف مزارع زي الأخ عبد الوهاب في هذه المساحة زارع صنف جيد وبيحصل على محصول جيد، وعدد الحقول الإرشادية على مستوى الجمهورية 7000 حقل إرشادي، كان موجود السنة الماضية 420 حقل إرشادي، النهاردة 7000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية. إحنا واقفين في وسط واحد منهم وباستمرار هنزود عدد الحقول الإرشادية إن شاء الله. بالنسبة لتسلم القمح إحنا متفقين مع البنك التنمية والائتمان الزراعي على أنه يوفر الشؤون بتاعته بالكامل. بنك التنمية والائتمان الزراعي في الموسم زي ما احنا شايفين النهاردة يوم الخميس والجمعة والسبت أجازة في البنوك، ولكن بنك التنمية والائتمان الزراعي خد تصريح من السيد محافظ البنك المركزي انه يستمر في العمل والخزن تكون مفتوحة علشان عمليات تسليم القمح، وبالتالي الفلوس متوفرة من وزارة المالية ومن البنك المركزي من خلال بنك التنمية والائتمان. الجمعيات التعاونية بتاخد من المزارعين وبتدي لهم مستحقاتهم، وبنك التنمية حول بالأمس أول دفعة إلى الجمعية التعاونية الاتحاد التعاوني للائتمان، وبالتالي العملية منتظمة جدا، وإن شاء الله كل المزارعين يوردوا أكبر كمية ممكنة من القمح بتاعهم إلينا. ونحن نتحدث دلوقتي عايزين نسمع رأي أحد المزارعين في زيارة حضرتك واهتمامك بمحصوله وبالإطمئنان على أحواله. عبد الوهاب أبو هاب السيد إبراهيم، ده حاجة كويسة خالص تشرف، يعني التوى اللي جايبينها جديدة دي اللي هي شندويل واحد دي محصول حلو يعني والحمد لله كويس. في متطلبات محتاجها من وزارة الزراعة في المرحلة دي عشان يبقى الانتاج أحسن وأفضل؟ لا، المطلوبات موجودة إن شاء الله، يعني المية كويسة والسماد؟ لا المية كويسة. وخدت السماد بتاعك اللازم؟ خدنا السماد. بالنسبة للحصاد، في مشاكل في الحصاد؟ لا ما فيش مشاكل في الحصاد الحمد لله، موسم جيد الحمد لله. لكن تعاون حضرتك مع معالي المحافظ برضو مثمر جدا بالنسبة لأهالي محافظة الدهلية، أعرف تنسيق حضرتك بالنسبة للاستعدادات لتوريد القمح في هذا الموسم. الحقيقة قبل ما نحلم معالي الوزير بيحقق الأحلام بالدعم الفوري للمحافظة وللفلاح، لأن الدهلية فيها الفلاح الدهلوي مبدع ومتميز، يعني يمكن السنة اللي فاتت اللي خد الجائزة الأولى في القطن فلاح دهلاوي، وإن شاء الله السنة دي القمح إن شاء الله دهلاوي، وبالدعم والعلم هيبقى المعدلات هتزيد، وإن شاء الله مصر ترجع تاني صومعة القمح بالعمل مش بالكلام. اختتم الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زيارته إلى محافظة الدقهلية بتفقد شونة لتخزين القمح بمدينة بلقاس. احنا عندنا تركة ثقيلة، وضروري كلنا نكون مدركين عندنا مشاكل، بس ضروري عشان نحلها بالتدريج. فهنا طبعا في الشون زي ما انت شفته اتساع 4000 طن تقريبا، وكلها مبطنة بالأسمنت ومغطاة 6000. لكن في نفس الوقت لو حصل ان في زيادة بعد تعبئة الشولة هنقدر نحن نفرد بلتات خشب على الأرض هنا، وحنشون القمح في الشولة بتاعته برة بعد يكون متعبى خلاص ويتحط على بلتات خشب ويتغطى بالبلاستيك بحيث ان ما يحصلش فيه تلوث.